بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع المعادلات التفاضلية لثنائي القطب أرسي، هذا المرة معادلات تفاضلية للفيزياء. يعني الفيديو اللي جاز كنا درنا تذكير حول المعادلة التفاضلية للرياضيات، وهذا المرة للفيزياء. عندنا المعادلات التفاضلية في ثنائي القطب أرسي أثناء الشحن، ومن بعد نزيدو نشوفو المعادلة التفاضلية أثناء التفريغ. يعني عندك حالتين، كيفاش يكون حالتين هذا؟ يعني كي يقول لك ثنائي القطب أرسي، لو ديبول أرسي، أر قصدو بها أر ريزيستونس، سي كوندونساتور أي مكثف. يعني كي نذكرو، كنا درنا فيديوهات من قبل، كي نذكرو كلمة ثنائي قطب أرسي لو ديبول أرسي، هو ماذا؟ هو ربط على التسلسل ناقل أومي لذو مقاومة كما تشوفون هنا، ومكافئة مكثفة عفوا ذات السعة سي كما اللي راهي هذه. يعني هذا هنا R ناقل أومي R، وهنا سي السعة المكثفة. يعني هنا لاحظ لهنا الكوميتاتور هذا أو المبدلة أو البادلة، هذه نضعها يا إما في رقم واحد يا إما في رقم اثنين، أو كما راي هكذا راي في الصفر. يعني كي نقول كلمة R C واش نقصد به؟ نقصد به ثلث حالات. يعني هنا هكا ثلث حالات كي نقول كلمة R C، انتبهوا. عندك يا إما يكون الكوميتاتور في الصفر، يعني هنا واش نقولو؟ نقولو انقطاع، انقطاع يعني راهو في الصفر. يا إما يكون في حالة شحن، يا إما يكون في حالة تفريغ. يعني هذه بالنسبة للدارة اللي راهي أمامنا، صح؟ إذن الدارة الكهربائية اللي راهي أمامك الآن، لاحظ واش فيها. لاحظ لدينا دارة كهربائية، صح؟ إذن أنت عندك الدارة الكهربائية، الدارة الكهربائية، وشنو هما العناصر المهمة في هذه الدارة الكهربائية؟ عندنا ثلاث عناصر مهمة في هذه الدارة الكهربائية، وهو المولد، المولد هذا الزائد وهذا النقص، اتجاه يعطينا هنا من جهة الزائد، صح؟ وعندنا المقاومة وعندنا المكثفة. إذن الدارة الكهربائية فيها ثلث حوايج، هاهم لازم تكون على بالك بهم. عندنا المولد، عندنا المكثفة، هذو أمور أساسية لازم في الأرسي تكون على بالك بهم، وعندنا المقاومة، صح؟ يعني بالنسبة للمولد عندنا مولد التيار ومولد التوتر، عندنا ماذا؟ مولد التيار وعندنا مولد التوتر. يعني هذو هما اللي تصيبهم اللي تصيبهم عندما يعطوك تمرين، سواء في الاختبار ولا في البكالوريا، يعطوك تمرين تصيب هذا العناصر. يا يعني تصيب اما مولد التيار، قلنا مولد التيار هاو يجي هكذا في هكذا، وفي تصيب شرطة هكذا ولا شرطة كيما هذه، ومولد التوتر تصيبهم دايرين او، صح. عندنا المكثفة، المكثفة عفوا المكثفة فيها ربع
أمور لازم نكونوا على بالنا بهم. هذو وين؟ في المكثفة. رانا نقريب نديرو شجرة الاحتمالات. هاي في المكثفة واش عندي؟ عندي ربع صوالح لازم نعرفهم. عندي U C، عندي U C أي التوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة U C، وعندي C سعة المكثفة، وعندي E هذا كامل يسرو في الدارة الكهربائية اللي هي شدة التيار الكهربائي، وعندي Q اللي هي الشحنة الكهربائية. بالطبع كنا قلنا باللي هذا بالفولت، وهذه بالفراد، وهذا بالأمبير، وهذا بالكولوم. هذا لازم لك تكون على بالك بهم. بالنسبة في الثلث عناصر هذا كاين منها اللي نشيطة وكاين اللي خاملة. وراهي النشيطة وراهي الخاملة. عندنا هذه المولد هو نشيط، عنصر نشيط، المكثفة خاملة، والمقاومة خاملة. هذو أمور لسيدي برينسيب دو باز الواحد يكون لازم على باله بهم. يعني عندك الدارة الكهربائية هذه فيها هذو اللي ذكرناهم، يعني قلنا يتكون في حالة شحن يتفريغ. راح نذكروا الحالتين. عندنا حالة انقطاع ما تهمناش، يعني راهي انقطاع ما تخدمش، يا شحن يا تفريغ، صح هذيك تكون تخدم. عندنا دارة كهربائية، واش فيها دارة كهربائية؟ فيها المولد، فيها المولد، ومن بعد فيها المكثفة، وفيها المقاومة. راح يكون عندنا أربع أمور، U C و C وال E و Q. في هذه الدارة اللي راهي أمامنا الآن هنا لدينا لاحظ R و C و E، شوف مليح نكتبهم يعني هنا لاحظ عندنا يعني في الدارة الكهربائية، في الدارة الكهربائية واش لدينا؟ لدينا المقادير التالية اللي هي E و R و C، هذه تسمى مقادير ثابتة. هذه مقادير ثابتة، مقادير ثابتة. هذا أمر مهم، هذا أمور لاني نتكلم عليهم درك لازم لك تنوطيهم وتشفي عليهم، لأنهم كي تعرفهم هذو خلاص. وعندي كذلك أربع مقادير أخرى اللي هي U C L T يعني بدلالة الزمن، وعندي Q L T، وعندي E L T، وعندي U R L T. U R L T هذو وشنهم؟ هذو مقادير متغيرة، مقادير متغيرة يعني تتغير بدلالة الزمن، أي يعني المعادلات التفاضلية اللي راح نشوفهم في هذا الدرس كامل يدور حول هاته الأربع مقادير المتغيرة. يعني حب يقول عندنا أربع معادلات تفاضلية عند الشحن، وأربع معادلات تفاضلية عند التفريغ، يصبحوا عندنا ثمان معادلات تفاضلية وثمان حلول. كذلك رايحين نستعملوا بعض العلاقات. لا ربما كي اللي يقول لي وراه هنا في الشكل U R، وراه U C، ها هي U R هنا. U R هي U D A المقاومة، نقدر نسموها U R هكذا، U R L T ولا U R U C
كذلك هي هذه هاي U نقدر نسموها U A B هي U C R مقاومة و N مكثفة. يبقى لنا هذه E ويبقى لنا التيار وشدة التيار والشحنة سنراهم في الدرس إن شاء الله. قلت عندنا بعض المقادير هذو هذا الأمور كامل نوطيهم على جي حطهم على جي وجد مسودة ولا ورقة وين تدون أمورك وين تلخص وجدها صح. عندنا بعض العلاقات اللي راح نستعملهم أي عندنا أو العلاقات المستعملة لدينا العلاقة اللي هي اشتقاق إيليتي اشتقاق إيليتي هي إي لتي تساوي ماذا؟ تساوي دي كي لتي على دي تي على دي تي. عندنا العلاقة هذه كذلك ومن هذه العلاقة كي لتي أي تساوي سي في U C L T نجي نعوض Q بال Q نعوضها بهذه القيمة تصبح لنا E L T تساوي C يعني في مكان Q درت C كما هو ثابت يعني في الاشتقاق يخرج البرة تولينا C في D U L C L T على ديتي هكذا. هذه هما العلاقات اللي راحين نستعملهم في المعادلات التفاضلية صح. عندنا كذلك أول قانون نبدأ به عندما نجي ندير المعادلة التفاضلية هو قانون جمع التوترات. قانون جمع التوترات دائما نبدأ به وهو U R زائد U C يساوي E دائما. وعندنا كذلك قانون آخر نستعمله بزاف وهو قانون أوم. قانون أوم حيث U R ل T يساوي ماذا؟ يساوي R E ل T. هذا كامل اللي ذكرتهم هنا نحتاجهم كامل أي نحن نخدم بهذا الربع مقادير متغيرة نخدم بهذه العلاقات ثلاث علاقات وبهذا القانونين قانون جمع التوترات وقانون أوم. عفوا قلت هذه مشتقة كي ماشي إي هذه بلا غلط سهوا قلت هذه مشتقة Q. نأتي الآن إلى الدارة الكهربائية تاعي وأضع البادلة تاعي وين أضعها في واحد هاي البادلة نديرها في واحد صح. تبعوا معي خطوة بخطوة. إذن عندما أضع البادلة في واحد يعني تبدأ وش من الدارة اللي راهي تمشي لهنا هي هاتي هكذا هاي هكذا وتعاود ترجع صح. هنا وش راح يكون عندي هنا كي ندير لاحظ هذا مدخل هذا الأرضي تاع الأوسيلوسكوب راسم الاهتزازات وهذا المدخل رقم واحد إجراك واحد وهذا المدخل إجراك اثنين يعني هنا الاتجاه التيار الكهربائي راح يكون في هذا الاتجاه خلال الشحن دائما يخرج من لأنه هنا زائد انتبهوا مليح هنا المولد الكهربائي هذا زائد وهذا ناقص السهم دائما يخرج من زائد صح. هذا واش قلنا السهم تاع التيار الكهربائي اي هذا التيار نسميه تيار الشحن
واش نسميه؟ نسميه نكتبها هنا خير الأزرق، هنا تيار الشحن، لأننا عندنا تيار التفريغ. ها صح، هذا تيار الشحن المصدر تاعو شكون؟ هنا عندنا تيار الشحن المصدر تاعو شكون، وتيار التفريغ عنده ثاني المصدر تاعو. هذه النقطتين انتبهوا لهم مليح. صح، لأنه كاين اللي عند في التفريغ عندما يرسموا الشكل يديروا التيار خارج من المولد زائد، هو لا العكس، العكس، لأن منطقيا هنا لأن اتجاه التيار هذا هو الاصطلاح تاعو، لكن اتجاه الإلكترونات يكون هكذا يخرج من الزائد الإلكترونات. قلنا عند الشحن سابقا في فيديو سابق أنها تخرج منه وتتراكم هنا، تتراكم وين؟ تتراكم من هنايا، يعني تولي من ناقص هكذا، ناقص ناقص، تراكم الإلكترونات وهنا تولي زائد زائد زائد. كنا شفنا هذه، روحوا بالأقل باش تفهموا، لأنهم أمور بسيطة لكنها مهمة جدا جدا. إذن تيار الشحن مصدره المولد، مصدره المولد، خرج من المولد. صح، وقلنا باللي يوليدي هذه واشن هي؟ هذه هنا هي U R، وهذه هنا هي U C، U R U D A هي U R. لاحظ التسمية دائما تبدأ عكس السهم، D A A B. صح، لاحظ اتجاه السهم تاع المقاومة U R و U C عكس اتجاه السهم تاع U. لاحظ دائما يكونوا عكس، اصطلاحا انهم يكونوا عكس اتجاه السهم تاعو. احضي مليح هذا الامور، انتبه، امور بسيطه لكن ننتبه لها جيدا. صح، واش قلنا؟ قلنا رانا برونشينا هذه الداره تاعنا في لوسيلوسكوب، اي رسم الاهتزاز المهبطي. واش راح يظهر لنا على رسم الاهتزاز المهبطي؟ مادام رانا برونشينا هنايا زوج، يعني الارضي الإجراك واحد، نقصد بها هنا معاينة توتر U دي بي، لأن هذا نقدر نسموه U دي بي اللي هو U يساوي U، ومعاينة الأرضي إجراك اثنين U أبي. ما نقدروش هنا نعينو U دي أ، لازم الأرض يكون هنا، لازم هذه حاجة تعرف. إذن واش راح يظهر على الشاشة؟ راح يظهر لنا بيانين، بيانين الأول والثاني. هاي الشاشة تاع رسم الاهتزاز المهبطي أمامك لوسيلوسكوب. لاحظ قلت يظهر لنا البيان الأول اللي راني دايرو بالأحمر، والبيان الأول اللي راهو بالأبيض. صح، واش يمثل البيان الأول وواش يمثل البيان الثاني؟ البيان الأول يمثل التوتر بين طرفي المولد اللي هو U دي بي، يعني هنا هذا واش يمثل؟ U، نقدر نقوله U. لماذا؟ لأن U دي بي يساوي U، وهذا يكون ثابت، هذا ثابت. أما البيان الثاني، لاحظ هذا ثابت وباين، يعني كي دار في الدوال في الرياضيات ولا في الفيزياء من قبل درنا بلي هذا ثابت في الميكانيك في السنة الأولى ثانوي. أما هنا لاحظ البيان الثاني واش يمثل؟ يمثل التوتر بين طرفي المكثفة، يعني U أبي الذي هو يساوي U سي. يعني هنا عندي U دي بي يساوي U، وعندي هذا في البيان الأول، وعندي في البيان الثاني U A B يساوي ماذا؟ U C يساوي U C. صح، واش نفهمه هنا أعزائي الطلبة؟
يعني قبل ما نغلقوا الدارة اي سي كانت تساوي الصفر، صح؟ لكن بعد ما غلقنا الدارة المولد واش عطانا؟ عطانا توتر ثابت. بعد ما غلقنا الدارة المولد عطانا توتر ثابت اللي هو او، ها هذا التوتر عطانا عند ماذا؟ عند ثنائي القطب ار سي. لاحظوا هنا في المنحنى او سي، لان هذا المنحنى يمثل ماذا؟ يمثل او سي. او سي لاحظ يتطور تدريجيا خلال عملية الشحن. لاحظ يبدأ من الصفر ويجي طالع، يعني يتطور تدريجيا خلال عملية الشحن. هذا المرحلة بماذا تسمى؟ بالمرحلة بالنظام الانتقالي، تسمى بالنظام الانتقالي، صح؟ ومن بعد واش يدير؟ قلت يتطور تدريجيا خلال عملية الشحن، أو يطور حتى يصل إلى قيمة ثابتة. لاحظ حتى يصل إلى قيمة ثابتة اللي هي غير معدومة عند نهاية عملية الشحن، وهنا هذا القيمة تصبح تساوي أو. لاحظ يطلع تدريجيا حتى يصل هنا، إذا ولات هذا القيمة اللي يصل إليها، لأن نقدر نسميها القيمة العظمى، تبدأ تساوي أو. هذا القيمة نسميها بالنظام الدائم. إذا نقدر هنا في الشكل نكتب باللي هنا كنا درنا هذه في الله أعلم ما نقول لك في السنة الثانية ولا الأولى في أحد الدروس. هنا عندنا النظام الانتقالي، وهنا النظام الدائم. يعني هنا النظام الدائم صبحت تساوي لحقت او سي، وين صبحت تساوي او، صح؟ هنا كنا قلنا اعزائي الطلبه بما ان كيو تساوي ماذا؟ تساوي سي، اي السعه اللي هو مقدار ثابت في او ابي، اللي هو او سي، صح؟ وبما ان هذا الاو ابي يتطور تدريجيا، مادام هذا قلنا سي هذا مقدار ثابت يبقى كما هو، لكن هذا او ابي او او سي يتطور تدريجيا كما شفنا. اذا مادام هذه تساوي سي مضروبة في هذا، مادام هذا يتطور تدريجيا، إذن كي هي كذلك تتطور تدريجيا. ولدينا في بالنسبة للمكثفة في كل لحظة شحنة المكثفة أعزائي الطلبة كي تساوي كي أ وتساوي ناقص كي بي في كل لحظة. بالنسبة للتوتر بين طرفي المكثفة، لاحظوا علاش قلت هنا ذكرت Q يساوي QI يساوي ناقص QB. لاحظ لو جبت هذا الرسم حطيته هنا هكذا هنا فوق المكثفة، انتبه هنا توتر بين طرفي المكثفة دائما يمثلوه بسهم منحاه يكون معاكس لمنحى توجيه الدارة، توجيه الدارة يكون المنحى تاعو معاكس. وعلاش كتبت لكم درك؟ قلت كي واش قلت؟ أي مكتوبة تحت كتبتها هاك، قلت كي يساوي كي أ ويساوي ناقص كي بي هكذا. ها هي في الشكل كي أ وهنا ناقص كي ب. لماذا؟ لان نشوف الناقص هنا لان الالكترونات تراكمت عليها لهنا، هنا واش صرا؟ الالكترونات تراكمت، صح؟ هذو امور اللي ذكرتهم باينين ما نعودوش نرجعوا لهم لانهم امور اساسيه. ما تفهمش هذو اللي قلتهم درك
ماكش راح تفهم معادلات تفاضلية منين جات ولا وين راح تدخل، لأنه التمرين بالنسبة لثنائي القطب أرسي ما فيهش غير كتب المعادلة التفاضلية هذيك منين ذاك في السؤال السادس ولا السابع ولا يقول لك اكتب المعادلة، أعطي المعادلة التفاضلية بدلالة كذا، ها بدلالة كذا. قلنا كاين ربعة ذوك نشوفوهم قبل ما تلحق لهذا السؤال، راهم كاين تاع هذه ار تساوي كذا و اي يساوي او و سي يساوي كذا سي واحد سي اثنين سي ثلاثة على التوازي على التفرع لا الى اخره، راي فيها ان شاء الله صح. وكنت درت لكم تمارين قبل هذا يعني توظيف معارف اللي قريناهم، كنا درناهم تمارين صح، على بالي اني هضرت بزاف، كان اللي يقولوا لي دائما اللي تهضر بزاف صح. الان ندخل في المفيد، معادلات تفاضليه بدلاله كذا. نبدا بالمعادله التفاضليه بدلاله اي سي لي تي، عندنا قلت ربعه المعادلة التفاضلية بدلالة إي سي لي تي، بدلالة إي آر لي تي، بدلالة كيو لي تي، وبدلالة إي لي تي. نبدأ بالأهم فيهم اللي هي الأولى، لأنه في السؤال يطلب منك كذا اكتب معادلة تفاضلية بدلالة كذا، لازم تكون تعرفهم في أربعة صح. طريقة المتابعة في كتابة المعادلة التفاضلية هي كالتالي، يعني هنا رانا هاي الدارة اللي رانا راح نستعملوها، هاي أمامك واضحة واتجاه اي هو اي لار اي لي سي الى اخره صح. اذا ما هي الخطوات المتابعة في كتابة المعادلة التفاضلية؟ دائما في كل معادلة تفاضلية دائما نبدأ بقانون جمع التوترات، دائما نبدأ بقانون جمع التوترات. عندنا اي ار ولا اي ار لي تي زائد اي لي سي اي سي تساوي، هنا عندنا بدلاله اي سي، اي سي خليها كيما راهي، هنا نبدلو اي ار اي ار. عندنا كنت ذكرت لكم حسب قانون اوم ان اي ار لي تي تساوي ماذا، كنا ذكرناها انها تساوي ار اي لي تي. دائما لاحظ هذو قلنا متغيرات، ها هذو مقادير متغيره وهذو مقادير ثابته. ديجا في المقادير الثابته عندي الاو عندي الار، اما اي ار اي سي اي لي تي هذو مقادير متغيره كنت ذكرتهم لك في الاول صح. اني نكتب هذه بالاسود واللي نعوضها هنا في العلاقه هذه في قانون جمع التوترات اللي نبداو به بالازرق صح. درنا قانون اوم صح، نجون عوضوا اي ار بهذه العلاقه صح. واش ندير؟ نديروا ار في مكان اي ار، ار اي لي تي زائد اي لي سي لي تي. دائما درك نبدا ندير دي لي تي هكذا يساوي ماذا؟ يساوي او، يساوي او صح. ما درت والو، هذه عوضتها بهذه هنا، هذه عطاتني هذه، ومن بعد جيت هذه درتها في بلاصتها، هذا مكر صح. واش مازال لي ثاني؟ عندي هنا ار اي، هنا عندي الاي، عندي هذا الاي نجي نشتق صح. واش ندير؟ اي لي تي كنت ثاني كتبتها لكم، اي لي تي تساوي ماذا؟ تساوي سي، كنت خرجناها شفنا كيف خرجت في بداية الفيديو، دي لي او لي سي لي تي على دي تي، يعني الاشتقاق اشتقيناها صح. اي تصبح ماذا؟ هذه او لي ار لي تي، ها شو كيفاش تصبح لي هنا؟ واش ندير؟ نحكم هذا العباره، عفوا درت قلم احمر خرج ازرق، نحكم هذه هكذا
ونحطها في مكان هذه هنا. صح. نجي نكتب، نعاود نكتب، ها هي R، ونحط في مكانها R، ونحط نجي نحط هذه C D U ل C ل T على D T زائد U ل C، ولا U ل C، عفوا ديك C U ل C ل T تساوي ال E، تساوي ال E. صح. تحصلنا على ماذا هنا؟ تحصلنا على دالة ومشتقاتها، تحصلنا على دالة ومشتقاتها. ها هي الدالة اليسيليتي دالة، وها هي المشتقة، المشتقة هذا. هنا تقدر تقول أن هذه هي المعادلة التفاضلية الكتابة، حكاين اللي تصيبهم يحبسوا عند هذه، وكاين اللي يقول لك لا لا، ما دام المشتقة فيها هذا لازم ننحوه، كاين اللي يقول لك لازم النحو هذا اللي راهو وراء المشتقة. إذن باش ننحو هذا اللي راهو وراء المشتقة، واش ندير؟ نجي نقسم طرفي المعادلة على R C باش يتنحو. إذن نقسم طرفي المعادلة على R C، بالطبع هذيك تقسمها على R C، تروح R C مع R C، واش تولي لنا؟ تولي لنا كالتالي، أي تولي لنا D ل U ل C ل T، تقدر تكتبها بلا ل T هذا عادي، على D T زائد هنا U لي سي U لي سي على R C، نقدر نكتبوها بالطريقة هذه، واحد باش يخرج لنا عليه، دوك نقول لك عليه، واحد على R C U لي سي لي تي، باش يبقى لنا هذا هنا، هذا ثابت مضروب في دالة، يبقى لنا ثابت مضروب في دالة، ماشي دالة فوق ثابت، وكنا شفنا هذا في الدول، يساوي او على ارسي، او على ارسي. هذه هي المعادله التفاضليه تاعي، هذه هي، ها هي هكذا هكذا، ها هي المعادله التفاضليه. اذن هذه واش نسميها؟ نسميها معادله تفاضليه من الرتبه الاولى، وكنا شفنا في الدرس تاع في الفيديو اللي درنا فيه الرياضيات واش معناتها الرتبه الاولى. اذا نسميها، عفوا نبدل القلم، نسميها معادله تفاضليه من الرتبه الاولى، وتاكد لشحن مكثفه، لشحن لماذا؟ لأنه عندي لشحن مكثفة ولتفريغ مكثفة، لشحن مكثفة، لأنه هذه واشن هي؟ معادلة تفاضلية بدلالة UC، عندي زوج، أنا عندي واحدة لشحن مكثفة وعندي واحدة أخرى اللي راح نشوفهم بعد لتفريغ مكثفة. هنا لازم تأكد، تقول له معادلة كي تجاوب تأكد له المصحح معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى لشحن مكثفة بدلالة UC، بدلالة UC ولا UC لT، ها كيفاش تقول؟ لأنه بزاف اللي يقول لك معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى، تعمل للشحن ولا لا؟ هذا لازم تأكد له. صح. عندنا ومن بعد نشوف المعادلة هذه نقدر نكتبها صيغة أخرى، يعني مع راح نشوفه، أي مع طو اللي هو ثابت الزمن سنراه فيما بعد، يساوي R C، يعني هذه R C، هذا المقدار هو ماذا؟ هو طو اللي يسمى بثابت الزمن.
سنراه في فيديو بعد هذا بعد التفريغ إن شاء الله. يعني هذه المعادلة نقدر نكتبها بالطريقة هذه دي لي إي لي سي لي تي على دي تي زائد واحد على طو إي لي سي لي تي تساوي أو على طو. يعني وين كاين ار سي دير طو هذا مكان. ها إذن على حساب واش درسنا أعزائي الطلبة في ال استنى نكادريوها باش تبقى لنا هنا هذه هكذا وهكذا هكا انت ثان دير كيما هكا في عندك في الترخيص تاعك. ونحاول في نهاية الدرس تاع ارسي هذا نحاول كيفاش اذا كان عندي الوقت نلخص لكم كاع واش درنا. يعني التفريغ نديرو يعني نديرو ان شاء الله نحاول نديرو هكا واحد الطريقة هكا نديرو قال هنا شحن هنا تفريغ ونلخصو كامل واش درنا. يعني العلاقة اللي تكون مشتركة بيناتهم نديروها هنا هنا معادلة تفاضلية بدلالة يسي هنا كذا ونجو هاطين معهم حتى يعني بإذن الله نلخصهم كامل إذا كان عندي الوقت إن شاء الله. صح نواصل هنا أعزائي الطلبة هذا المعادلة التفاضلية راهي على الشكل كما شفنا في الرياضيات. لاحظ المشتقة والدالة واش كنا شفنا في الرياضيات راهي على الشكل إجراك فتحة ناقص أ إجراك تساوي بي. يعني إجراك فتحة المشتقة هي إجراك دالة هي الأ ها هو ها لأنه هنا عندي ناقص أ يعني اللي هي الأ يساوي ناقص واحد على طو ناقص واحد على طو كيروح لملي صح. وعندي لهنا البي ها هو نفس الشيء كما درنا في الرياضيات في الفيديو السابق. ها هي المعادلة مكتوبة على الطريقة تاع الرياضيات. يعني كما قلت لكم أعزائي الطلبة الدالة تاعك يعني الدالة هنا هذا الدالة اللي راي أمامك هنا يعني اللي راي عندي هنا هي U C L T. يعني في المعادلة التفاضلية اللي هنا الدالة تاعك تقدر تكون المشتقة تاعها اللي راي هنا تكون هاي كما راي اللي هنا D U C L T على D T. تقدر تكون عندك الدالة اي لي تي تقدر تكون عندك اي لي تي اذا المشتقه تاعها تكتب دي اي لي تي على دي تي. لاحظ ديجا بداو يبانوا المعادله التفاضليه الاخرين سهلين سهلين جدا جدا. لاحظ تقدر تكون عندك الداله تاعك هي كيو لي تي المشتقه تاعها هي دي كيو لي تي على دي تي. تقدر تكون الدالة تاعك هي U R L T المشتقة تاعها هي D U R L T على D T. يعني لاحظ شو المعادلة التفاضلية الأولى بدلالة U C بدلالة E T بدلالة Q L T بدلالة U R اللي راحين نشوفهم إن شاء الله. يعني عايز طلبة ممكن في الباكالوريا يطرح لانه انا هذا الفيديوهات راني نوجد فيهم للباكالوريا ماشي للاختبارات باش لانه بداو يجوني لي ميساج يقول لي يا استاذ نهار الخميس عندنا اختبار. انا ما يهمنيش الاختبار تاعك انا اني نوجد الفيديوهات لاني لو ندير على الاختبارات راح ما نكملش البرنامج كيما ينبغي الحال. يعني راح ما نمدش احسن ما عندي راح نمد بومسلك وخلاص. لا ما تربطنيش باختبار تاعك هذاك ما يهمنيش انا ما يخصنيش هذاك يخصك انت والاستاذ القسم اللي راه قري فيك. انا كنت سبق قلت لكم انا راني معاك تشوف فيا ماشي في القسم تشوف فيا راه قاعد في الدار يعني انا اعتبرني عمك خالك كلاني قاعد معاك راك نتفرجوني نوري لك تقريت في القسم جيت انا للدار تقرا معايا
هذه أنني نجهز فيك للبكالوريا، لأنه الاختبار تدي صفر ولا تدي 20، الباك ماهوش مبني على الاختبار، متفاهمين؟ هي مليح الإنسان يدير الاختبار، باش علاش يديروا الاختبارات؟ باش توزن روحك، تشوف روحك وين راك، المستوى تاعك راه طالع متوسط هابط، هذه هي. إذا باش ما نهضروش بزاف، ممكن في البكالوريا يطرح عليك سؤال ويقول لك اكتب المعادلة التفاضلية هكا بدلالة يوسي، بدلالة إليتي، بدلالة كوليتي، بدلالة يوليتي، يعني هنا تصبح عندنا في حالة الشحن، في حالة تولي عندنا هكذا في حالة الشحن أو أثناء الشحن، تولي عندنا ربع معادلات، ربع معادلات تفاضلية. أثناء التفريق راح نشوفهم بعد، تولي عندنا ربع معادلات تفاضلية مع الحلول تاعهم بالطبع. صافي شحال نولوا في النهاية؟ نخرجوا بثمن معادلات. هي هنا برك، هنا تعرف كيف خرجنا هذه هكذا بهذه الطريقة. دائما نبدأ بالقانون جمع التوترات دائما ونخرجوا بهذه، صح؟ ما نهضروش بزاف، احنا رانا قصارين كيما يقول لك، انا ما ناش ما واحد ما يجري ورانا، انا نقرا ورانا متين كذا الى اخره. بعد ما وجدنا المعادلة التفاضلية عندنا حل المعادلة التفاضلية، حل المعادلة التفاضلية. انتبه، انت اذا طلبوا منك سؤال وقال لك اكتب المعادلة التفاضلية ما تكتبش الحل، ما قالكش انه اكتب معادلة تفاضلية، اعطيني المعادلة التفاضلية واحبس ثم. وهذه راح نشوفهم كي نبداو نحلوا في مواضيع البكالوريا السابقة ان شاء الله، راح ندربوا على الاسئلة كيف تطرح وكيف نجاوبوا، خاصة كيف نجاوبوا، ما يهمنيش كيف تطرح، اللي يهمني انك، لانه بزاف اللي فاهمين الله يبارك، لكن عند الإجابة يبزلها ثم، يعني ما يعرفش يجاوب، وهذاك هو اللغز. يقول لك كيف خدمت 17 وعطوني غير 11، لأنك ما عرفتش تجاوب. تعلم كيف تعلم، أنا أكد لي وعاود لي على أنك تتعلم كيفاش توضع الإجابة في ورقة الإجابة عند البكالوريا، هذا هو الصح، صح. حل المعادلة التفاضلية، انتبه معي. كنا أعزائي الطلبة درنا في الفيديو تاع الرياضيات، صح، واش درنا؟ لاحظ، درنا هكذا، كنا درنا بالنسبة للرياضيات وبالنسبة لهنا الفيزياء، صح. بالنسبة للرياضيات كتبنا المعادلة التفاضلية على الشكل Y فتحة ناقص A Y يساوي B، هذه المعادلة، صح. في لهنا كتبنا المعادلة التفاضلية تاعنا اللي هي دي U لي C لي T على دي T على دي T زائد 1 على R C U لي C لي T يساوي E على R C، صح. راكم متبعيني لحد الآن، رانا لاباس. ومن بعد قلنا باللي الحل في الرياضيات هو F لي X تساوي C اللي قلنا هو ثابت هو حقيقي في أسية AX AX ناقص B على A، صح. في الفيزياء عندنا عدة طرق، كاين طرق عدة لحل المعادلة التفاضلية. اللي عندي هنا هي U C تساوي A في أسية ألفا T
زائد البي. يعني انت ماكش مطلوب باش تعطي الحل، باش تعطي حل المعادلة، قال هالمعادلة هالحل تاعها. لكن بما انك طالب في الثالثة ثانوي، خاصة كاين اللي راهو هنا علمي، وكاين اللي خاصة شعبة رياضيات وتقني رياضي، هذا يهمكم صح. هنا في الحل هذا، هذا الحل هنا، لاحظ انه عندي ا وبي و الفا، هذو ثوابت، هذو ثوابت ماشي متغيرات صح. المشتقة هنا هذه اوسي، المشتقة تاع اوسي واش تكون؟ تساوي، لاحظ هيا اشتق لي هذه هنا، اشتق لا انا عارفك راك فاهم الرياضيات، اشتق لي هذه اوسي، المشتقة تاعها هي دي لي او سي تي لي تي على دي تي، هذه هاي المشتقة تاعها، هاي هاي انا هاي وراك. هذه كيفاش نشتقها؟ تساوي صح ا، يبقى ا ما عنده حتى، لان راح نشتق الداله، هذا راهو رد داله ا، يبقى هو لانه ثابت صح. والسيد كذا، ليكون في علمكم ان لا ربما كلمه ما يعرفوهاش، والسيد ا يعني داله، والسيد ا هكذا فتحه. مثلا نقول لك السيد 2 اكس زائد 5، حيث U يساوي او U لي X يساوي 2 اكس زائد 5، هذا واش نقصد السيد U، لان هنا السيد كذا هذا كامل U صح، انه لا ربما كلمه مازال ما لحقوش، لانه كاين النظاميين وكاين الاحرار صح. كي نقولوا اسيت اي ها اشتقاق، كي نديرها هكا يعني الاشتقاق تاعها صح، يساوي اي فتحه، يعني هذا اللي راهو الفوق نشتقه يساوي اي فتحه في اسيت اي صح. اذا انا كيفاش راح نشتق هذا اللحن؟ انا عندي اسيت ألفا تي، كي شغل قلت لك أسيت 2 إكس، هنا واش تساوي المشتقة تاعها؟ هذه المشتقة تاعها تساوي إثنان أي فتحة 2 إكس، الإشتقاق تاع 2 إكس هو إثنان في أسيت 2 إكس، لأن إكس هي المتغير، هنا تي هي المتغير، هذه الإشتقاق تاعها يساوي ألفا في أسية ألفا تي تو سامبلوم صح. نمحي هذا الأخر هنا، أي هنا ألفا تهبط ورا الأسية، ألفا أسية ألفا تي زائد بي، بي عدد ثابت، اشتقاق تاع الثابت هو يساوي الصفر، كي شغل زدنا هنا زائد صفر، كي شغل قلت لك 2 اكس زائد 5 ها او قلت لك عفوا اسيت 2 اكس زائد 5، هنا تولي لنا 2 في اسيت 2 اكس زائد الصفر، لان 5 الاشتقاق تاعها هو الصفر. اذا انا واش درنا؟ رانا اشتقينا هاي الدالة U C U C L T، شوف لي مليح U C L T هو اشتقاق تاعها، يعني هذه هو الاشتقاق تاعها، هذا المشتقة ها باش عوضناهاش ها هو الاخر تاعها، بديتو تفهموا صح. نجي نعوض في المعادلة، يعني هذو هذه نحطها في مكان اسيليتي، وهذه نحطها في مكان المشتق،
واش ندير؟ قلت نعوض في المعادلة، نعوض في المعادلة. واش ندير؟ فيما كان المشتقة ندير أي أ، قلنا ألفا أسيت ألفا تي زائد زائد واحد على آر سي، زائد واحد على آر سي في الدالة اللي صبناها تساوي أ أسيت ألفا تي زائد بي، وتساوي أ على آر سي. يعني ما عوضنا في المعادلة التفاضلية، صح؟ هنا أعزائي الطلبة لاحظوا، واحد على آر سي مضروب في هذو اللي داخل القوس، لو بيني وبينك جينا كتبناهم هنا بقالة من الرصاص، واحد على آر سي أ أسيت ألفا تي زائد واحد على آر سي في بي هكذا. يعني هذو ضربنا بداخل القوس وخرجوا لي هذا، صح؟ لاحظ كيفاش تكون الكتابة. عفوا، عندي أ أسيت أ أسيت ألفا تي، أ أسيت ألفا تي نخرجها عامل مشترك. هنا هذه نقدر نكتبها نكتبها ألفا مضروبة في أ أسيت ألفا تي، يعني رأي ضرب تبديلي. لماذا كتبتهم لك هكا؟ لاحظ هنا نخرج عندي أ أسيت ألفا تي و أ أسيت ألفا تي، نخرجهم ماذا؟ نخرجهم عامل مشترك، يعني تولي لي أ أسيت ألفا تي مضروبة في ألفا زائد واحد على آر سي زائد هنا، وبعد وش تجينا؟ تجينا هذه واحد على آر سي في بي يساوي واحد على آر سي أو، لأن هذه نقدر نكتبها على الشكل هذا، يا أحسن تنكتبها هكذا، صح؟ إذن حتى تتحقق أو تكون هذه المعادلة اللي أمامك محققة، ما ندخلوش لأنه كان حسابات الفيديو راح يكون طويل، يعني ديركت نعطيك الجواب. أي حتى تتحقق المعادلة هذه لازم ألفا هنا ألفا تكون تساوي ناقص واحد على آر سي، ناقص واحد على آر سي وزايد واحد على آر سي يساوي الصفر، إذن هذا الجهة كاملة تروح تساوي الصفر، صح؟ ديجا الجهة هذه راحت. وكذلك هنا لاحظ واحد على آر سي لو يروح ملهيه يولي واحد على آر سي أو ناقص واحد على آر سي بي، إذن باش هذا زوج يولي يساوي الصفر ثاني في الجهة اللي ملهيه لازم كذلك تكون بي تساوي الأو، تكون بي تساوي الأو. إذن حتى تكون المعادلة محققة يجب أن يكون بي يساوي أ وألفا تساوي ناقص واحد على آر سي. يعني المعادلة هذه عندنا هنا نكتبها أ أسيت مدام ألفا تساوي ناقص واحد على آر سي، نحطها في مكان ألفا تقول لنا ناقص تي على آر سي، لأنه ناقص واحد على آر سي في تي مضروبة في ماذا؟ في ألفا اللي هي ناقص واحد على آر سي زائد واحد على آر سي زائد أو على آر سي تساوي أو على آر سي. يعني هكذا
تتحقق هذه المعادلة. إذن ما ندخلوش بزاف في لي ديتاي. إذن حل المعادلة، الطابلو ما كفانيش الآن، نجي نديروها هنا هكذا. إذن حل المعادلة اللي هي U C ل T تساوي A أسية ألفا T زائد B، يعني عاود رجعت لهنا لهذه، عاود رجعت لهذه. لأن تحققت من حل المعادلة التفاضلية هذه كامل، تحققت وصلت باللي لازم تكون ألفا تساوي ناقص واحد على ار سي و بي تساوي الأو، يعني المعادلة لاحظ كيفاش انكتبت. إذن نعاود نرجع لهذه او سي تاع اللي حل، الحل هو هذا، قلنا الحل هو هذا. إذن نجي لهذه نعوض ألفا بقيمتها ونعوض بي بقيمتها. إذن هنا الحل قلت مع بي يساوي او و الفا يساوي ناقص واحد على ار سي، اي الحل العام. الحل العام او بيان سموها بالفرنسي لا سوليسيون جينيرال راح تكون كالتالي، اللي هي او سي لي تي تساوي ماذا؟ تساوي A أسية ناقص T على R C زائد E، عوضنا فقط. لكن هنا بقالي مشكل، وشنو بقالي؟ ثابت واحد، هو مشكلتي، يعني بقالي ثابت واحد مازال ما حددتوش. إذن هنا باش نحدد هذا الثابت هذا ونتخلص منه، لأنه هذا يسموه الحل العام، أنا لازمني نحاسب بالحل تاعي، حل المعادلة تاعي، المعادلة التفاضلية تاعي هذه لازمني نحاسب بالحل تاعها، صح؟ هنا باش نحاسب بالحل تاعها واش راح ندير؟ هنا أعزائي الطلبة راح نستعمل الشروط الابتدائية، استعمال الشروط الابتدائية، صح، لي كونديسيون انيسيال. اي ما هما لي كونديسيون انيسيال؟ يعني عند اللحظة تي يساوي الصفر، هنا او لي سي لي صفر، لانه او لي سي لي تي يكون يساوي صفر فولت. يعني في هذه الحالة، في هذه الشروط الابتدائية لي كونديسيون انيسيال، المكثفة تكون غير مشحونة. هنا المكثفة غير مشحونة، هذا كوين بدينا، هذا كوين بسم الله، صح. إذن لهنا لاحظ، لو جبنا هذه لابارتي، هذه نحطها لهنا، تولي لنا أسية ماذا؟ لأنها غير مشحونة. هنا قلنا تي تساوي الصفر، هنا هذه واش تولي؟ تولي تساوي الصفر. إذن تولي أسية ناقص صفر في أر سي، إذن تولي لنا أسية صفر، تولي لنا ماذا؟ أسية صفر. إذن أ أسية صفر زائد الأو تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. لماذا تساوي الصفر؟ لأن هذا قلنا يكون او لي سي لي صفر، أي يساوي الصفر فولت، وهذا هو الصفر. قلبت برك طرفين، صح. هنا وكنا قلنا باللي في الأسية، أسية صفر تساوي الواحد، أي عدد الصفر يساوي الواحد. إذن هنا أعزائي الطلبة، مادام أسية صفر يعني الأ في الواحد، يعني تصبح هذه تولي أ زائد الأو تساوي الصفر.
هذا يعني أن أ تساوي ناقص أ، تساوي ماذا؟ ناقص أ. هاني المشكل اللي كان عندي هنا، ها هو المشكل اللي كان عندي، ها يعني قلت لكم باللي كان بقالي ثابت واحد مازال ما حددتوش، هاني خرجت بها، استعملت الشروط الابتدائية وخرجت باللي أ تساوي ناقص أ. واش نجي ندير فيما كان هذا الحل العام؟ نجي أعزائي الطلبة واش ندير؟ نكتب ها نعوض لهنا الأ فيما كانوا، وتصبح لدي U C L T يساوي ما نجموش نقولوا ناقص أ أكثر أكشايف ناقص أ سيت دائما نسبقوا الزائد تساوي أ ومن بعد نديروا الناقص، ناقص سمانا نزينوا الديكور شايف ناقص أ وسيت، لأن فيما كان الأ درنا ناقص أ وقلبنا درنا الناقص من أول صح، ناقص وسيت ناقص تي على ار سي ها، يعني نقدروا الحل هذا هو الحل، ونقدروا كذلك نخرجوا او عامل مشترك اللي هو اي سي لي تي يساوي او في واحد ناقص اسيت، خرجتوا عامل مشترك ناقص اسيت تي على ار سي هكذا، يعني ها هو الحل تاع المعادلة التفاضلية تاعي، هذا هو الحل، ها هو المنحنى أمامكم كيفاش يترسم كما شفناه في الشاشة تاع الأوسيلوسكوب، يعني هذا المنحنى هو U C يساوي F L T، هذا هو المنحنى، يعني المنحنى الممثل ل U C L T. هنا أعزائي الطلبة عندما هنا في المنحنى هذا عندما تي تكون تساوي الصفر، لاحظ عندما تي تكون تساوي الصفر فإن U C فإن U C يكون يساوي الصفر، يعني المبدأ، لكن لاحظ أن عندما تي تؤول إلى زائد لا نهاية، عفوا تي تؤول إلى زائد لا نهاية ها، يعني عندما تي تؤول إلى لا نهاية لأن عندنا زائد هنا فإن U C يؤول نحو E، لاحظ فإن U C مش على نجمو نستعمله في الرياضيات ولا لا، لا يؤول نحو E، هاي لاحظ يطلع تدريجيا حتى يقترب من E. انت واش تشفالي؟ تشفالي على المعادلة التفاضلية، الحل تاع المعادلة التفاضلية والمنحنى تاعها، لأن المنحنى كذلك مهم جدا جدا. المعادلة التفاضلية بدلالة كيو ليتي، يعني المعادلة التفاضلية اللي جايين، لأن الأولى كنا طولنا معها شوية وفي البداية إلى آخره لأنها هي الصح، ومن بعد هذو اللي جايين كي تفهم الأولى هذو اللي جايين سهلين جدا جدا، راح شوية نسرع معهم شوية. لاحظ لدينا دائما نبدأ بقانون جمع التوتر وهو U R زائد U C يساوي E صح. بالنسبة ل U R دائما لدي قانون أوم، أي U R ل T يساوي R في E ل T، ونجي نشتق أي E T يساوي D Q ل T sur D T، وهنا يصبح عندي أي نعوض هذه في مكان إليت، أي يصبح عندي U R ل T تساوي R في D Q ل T على D T صح. هذه كملنا معها، ضرك مع U C، مع U C عندي العلاقة اللي كتبتها لكم في بداية الفيديو، Q ل T تساوي C اللي هو ثابت في U ل C ل
تي من هذه نخرج او لي سي لي تي يساوي كو لي تي على سي صح. هنا نجي نعوض هنا هذه نحطها في بلاست او ار وهذه نحطها في بلاست او سي. واش تولي لي؟ تولي لي هكذا. اذا تولي لي ار ار دي كو لي تي على دي تي بلوس. هنا لاحظ هنا هذه نقدروا نكتبوها واحد على سي في كو لي تي حتى يولي ثابت وحده. دائما نخرج ثابت وحده والداله وحدها هكذا دائما كما هنا ثابت في المشتقه ثابت في الداله يساوي او صح. واش نجي ندير؟ نقسم لانه هنا عندي المشتقه لازم نحي لها هذا الثابت اللي راه لاصق فيها صح. نقسم طرف المعادله على ار نقسم يعني هي هكا صحيح لكن يفضل انه يتنحى. نقسم طرف المعادله على من؟ على ار لانه كاين وراها ار على ار صح. اذا واش تولي لي؟ تولي لي دي كو لي تي على دي تي لان تقسم ار تروح مع ار صح. زائد واحد على مادام هنا نضربو نقسمو على ار اذن على تولينا ار في سي في كو لي تي يساوي واحد على ار في او ولا او على ار كيما تحب. اذن هذه هي المعادلة التفاضلية هي المعادلة التفاضلية تاعنا. انقلها عندك ولا حبيت تنقل كيفاش خرجت هذيك حاجة اخرى هذيك دبر راسك. انا هكذا اذا واش نكتبو؟ معادلة تفاضلية معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى دائما لشحن مكثفة بدلالة كو لي تي بدلالة كو لي تي. نجي نكتب لكم حل المعادلة بلا ما نحوشو كيفاش خرجناه حل لأنك لست مطالب به. حل المعادلة إذن حل المعادلة هو كالتالي هو كو لي تي اي الدالة هذه بعد ما كيما درت في اللي حب يكسر راسو يدير كيما درت مع الاولى ويخرج هذه. اذا خرجها راهو ممتاز في الرياضيات يساوي كو لي صفر كو لي صفر ولا سي ولا من الاحسن معليش روح نكملوا وما يكتبوا هكا كو لي صفر في واحد ناقص السي ناقص تي على طو ولا ارسي كما تحب على طو ولا ارسي بها ما تخلط لكش لان ارسي هي طو صح. هكذا حيث هذيك كو للصفر تساوي ماذا؟ تساوي سي او يعني تاكيد تجي تشتق دير هنا بلي تخرج لك سي او يعني سي او هذه هي القيمة العظمى القيمة العظمى. ها هو أمامك المنحنى لاحظ لهنا قلنا كي صفر كي ماجيسكول ولا مينيسكول سي كيف كيف تساوي سي او اللي هي القيمة العظمى يعني هذا المنحنى هو كي يساوي اف لي تي هكذا. ولاحظوا لنا أعزائي الطلبة المنحنى تاع U لي سي لاحظ U لي سي اللي شفناه تساوي F لي تي متماثل مع Q لي F لي تي يعني عندما تزيد تدريجيا U لي سي لاحظ Q لي سي لاحظ لهنا هي كذلك تزيد تدريجيا
تمشي مع U L C. يعني هذه واش نسميها؟ هي شحنة، شحنة المكثفة، يعني هذه هي اللي تعمر بها المكثفة. الآن نشوف المعادلة الزمنية بدلالة E L T. دائما الطريقة المتبعة هي نبدأ بقانون جمع التوتر U R C U C تساوي E هكذا. لهنا واش عندنا؟ عندي U R تساوي R E بلا ما نظل ندير هذيك لي تي لأنها متغيرات. يعني هنا واش تصبح لي كي نعوض U R لهنا واش تولي لي؟ أي تولي R E زائد U C تساوي ماذا؟ تساوي E. صح. نجي نشتق E ونشتق U L C، يعني تولي لي R في D E L T على D T زائد ثاني الاشتقاق تحالي كنت كتبت لكم من قبل U C سهل جدا على T على D T. زيد اشتق هذه، يعني نشتق هذه ونشتق هذه ونشتق هذه، نشتقهم كامل. ها شو الطريقة المتبعة؟ اشتق هذه ثابت، هذا اشتقوا يعطيك صفر. ها هذا R ثابت ورد دالة لأن هذه E لي تي، هنا E لي تي وهنا لي تي هكذا. جيت اشتقت الدوال هذا، اشتقت الدالة، اشتقت الدالة، يعني هذه المشتقة تاعها هذه كامل. صح. إذن عفوا لدينا كانت عندنا العلاقة E تساوي ماذا؟ المشتقة تاعها تساوي C D U ل C ل T على ماذا؟ على D T. هذا يستلزم أنه E E ل E ل T هنا E ل T باش ما تدخل E ل T على C E ل T على C تساوي ماذا؟ D U ل C على T على D T. يعني هذا C جبتها تحت ال E. نجي نعوض واش ندير لهنا؟ نعوض. لاحظ هذه مدام هذه تساوي هذه واش نجي ندير أنا؟ نجي نحط هذه في مكان هذه هنا، نحطها في مكانها. صح. إذن واش نجي ندير؟ نعوض في المعادلة. واش يولي لي؟ تولي لاحظ أي R وراء المعادلة هكذا R في D E ل T على D T زائد E ل T على C عوضت مكانها تساوي الصفر. واش نجي ندير؟ نقسم طرف المعادلة على R لأن واش صبح عندي؟ عندي صبحت عندي مشتقة ودالة هذه واحد على C في E ل T تساوي الصفر، وهذا ثابت وراء المشتقة. لازم من نحي هذا الثابت اللي راه ورا المشتق، ماشي لازم يعني من الأحسن ننحيه. صح. نقسم طرفي المعادلة على R، نقسم طرفي المعادلة على R واش تصبح لي؟ تصبح كالتالي، أي تصبح D ل E ل T على D T زائد زائد واحد على R C E ل T E ل T يساوي الصفر. يعني دير E ل T على R C ولا واحد على R C، من الأحسن هي من الأحسن تنكتب هاك ثابت مضروب في الدالة. إذن هذه هي المعادلة التفاضلية بدلالة E ل T هكذا. هيا هكذا وهكذا.
إذن واش نسميها؟ قلنا هذه المعادلة تفاضلية، معادلة تفاضلية تفاضلية من الرتبة الأولى، من الرتبة الأولى لشحن مكثفة، شحن مكثفة بدلالة إليتي، بدلالة إليتي. نعطيكم الآن حل المعادلة، حل المعادلة، حل المعادلة يكون كالتالي: أي إي لي تي يساوي إي صفر في أسية ناقص تي على آر سي، حيث إي صفر هذا يساوي أو على آر، يعني تقدر تكتبها إي لي تي تساوي أو على آر أسية ناقص تي على آر سي ولا على طو. شوفوا الآن المنحنى الممثل لهذا الدالة، ها هو أمامك المنحنى اللي هو إي يساوي أف لي تي، إي يساوي أف لي تي. لاحظ أعزائي الطلبة، لاحظوا تغيرات شدة التيار في الدارة بالنسبة للزمن، تكون يعني بالنسبة للزمن إي تكون أكبر من الصفر، يعني راهو يمر وين؟ راهو يمر في المنحة زائد، هذا يسموه المنحة زائد، واللي تحت هنا يسموه المنحة ناقص. إذن لهنا إي أكبر من الصفر، يعني كي بدأت كبيرة على الصفر، لهنا كي واش يصير على تتزايد في هذه الحالة، لانه هو يعمرها كي شغل راك حاط لهنا بدون ما الفوق وراك تعمر في حاجه راهي تحت اللي هو المكثفه. لو جينا الان الداره تاع ليك تاع الشحن وصلناها مع الاوسيلوسكوب، يعني مع رسم الاهتزاز المحبطي، هنا لاحظ بدلنا الأرضي، شوف وين راه بين المكثفة والمقاومة. إذن هنا في التوصيل هذا راني حاب نعاين وش من، راني حاب نعاين U دي بي ولا U دي A ولا U A B، اللي هي هذه U R وهذه U C، يلزم لك هذه الأمور ثاني تنبه لهم. لاحظ هنا وصلت هذا الدارة لمعاينة تغيرات U لي C لي T و E لي T، باش نعين هذا زوج صح. لاحظ المدخل إجراك واحد، لنا باش نعين التوتر في طرفي ماذا في المدخل إجراك واحد من الأرضي الى إجراك واحد، ماشي من لهنا، دائما من الارض الى إجراك واحد. هنا في المدخل هذا توتر في طرف المقاومه، يعني هنا عندي U دي A تساوي R E او U R يساوي R E. بالنسبه للمدخل الثاني إجراك تو من الارض الى لهنا الى إجراك تو، هنا التوتر في طرف المكثفة، يعني لهنا U A B، لاحظ U A B في عوض U B A. لاحظ هنا واش ندير، هنا شوف هنا راي عندي U A B في عوض U B A، نروح للزر اللي موجود في الأوسيلوسكوب، نعبز على هذا الزر اللي مكتوب فيه انفرس يقلب، نضغط على الزر هذا واش نتحصل؟ نتحصل على الشكل التالي. لاحظ واش طلع لي على الشاشه، اذا لاحظ لهنا عندي U C L T، هذا U الاثنين هو U C L T وهذا E
ليتي. راك تشوف كيفاش يطلعوا في جهه في الاوسيلوسكوب، جهاز رسم اهتزاز مهبطي لاحظ من فوق ويجي هابط، هذا كي يجي طالع هذا يجي هابط، حتى هذا ثاني مثل كي لي تي كما شفنا. واخيرا المعادله التفاضليه بدلاله يو ار لي تي، اي اصبحنا في ربع معادله تفاضليه، دائما يو ار زائد يو سي يساوي او صح، مع يو سي لي تي تساوي كولون تي على سي. ها واش تولينا نجي نعوض في المعادلة، تولي لي او ار زائد واحد من احسن كما قلت لكم نكتب هكا، واحد على سي كولون لي تي تساوي او صح. هنا عوض نجي نشتق هذه المعادلة، ها نجي نشتق المعادلة، واش يصير نشتق المعادلة، عندي U R، U R اشتقاق تاعها هو D ل U ل R ل T على D T زائد هذا ورا الدالة، ها ما يبقى كما هو ثابت واحد على C، ونشتق Q ل T يعني D Q ل T على D T، ونزيد تساوي لاحظ اشتقت هذه كما درت المره اللي جات، اشتقت الداله او ار لي تي كي لي تي، والاو الاو اللي هنا راهو ثابت، الاو ثابت، ثابت الاشتقاق تاعو هو صفر صح. انتبهوا مليح واش عندي انا، شوفوا مليح عندي او ار لي تي تساوي ار اليتي، هذه تعطيني اي تساوي او ار ليتي على ماذا، ها اليتي عفوا اليتي تساوي او ار ليتي على ار، يعني ما العلاقه هذه جبت هذه، تعطيني كذلك اي ليتي تساوي دي Q ل T على DT صح. لاحظ الـ E واش تساوي والـ E واش تساوي، إذن هنا واش تصبح عندي، يعني مادام E تساوي هذه و E تساوي هذه، يعني هذه هي وهذه متساويين لأنهم للزوج يساويوا الـ E صح، تبعني يعني من هذا الزوج واش يجي عندنا، يجي عندنا انه دي لي كيو لي تي على دي تي تساوي او ار لي تي على ماذا، على ار. اذا واش نجي ندير، مادام هذه تساوي هذه نجي نعوض هذه هنا في مكان هذه، نجي نعوضها في بلاصتها، واش ندير؟ أي تولي لي دي أو آر لي تي على دي تي زائد واحد على سي، نعوض أي في أو آر لي تي على آر تساوي الصفر، تساوي ماذا؟ الصفر. إذن لهنا لاحظوا ما المشتقة، ها هي المشتقة، ها هي المشتقة ما عندها حتى ثابت وراها، وها هي الدالة، ها إذا نعاود نكتبهم فقط بطريقة تكون يعني أحسن من الأولى، نكتبهم بالطريقة هذه ولا تخليهم كما راهم كيف كيف، يعني تولي لنا دي أو آر لي تي على دي تي زائد برك هذا الار نجيبه مع السي لهنا، برك هذا مكان واحد على ار سي
واحد على ارسي ها اي ارندي بو كشغل كشغل هكا واحد على سي في واحد على ار في اي ار ليتي هكا واش حبينا نقوله صح يعني ارسي في اي ار لي تي تساوي الصفر ها هي المعادلة التعي ها هي المعادلة التعي وانا هكذا إذن واش عندي هنا عندي معادلة تفاضلية معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى لشحن مكثفة شحن مكثفة بدلالة بدلالة U R L T قلنا الآن حل المعادلة حل المعادلة حل المعادلة يكون على الشكل التالي أي U R L T دائما في حل المعادلة الدالة تساوي تساوي ماذا؟ تساوي U في أسية ناقص T على R C ولا على طو ها هو المنحنى U R U R يساوي F ل T هكذا صح كاين هنا عندنا بالنسبة ل U C و U R كما شفنا في الشكل التاني لاحظوا معايا في الشكل هذا اللي راهو أمامكم صح يمثل F أي U C إتيقال F ل T و U R إتيقال F ل T صح واش عندنا الآن شوفوا U C منين يبدأ يبدأ من الصفر ويطلع حتى القيمة العظمى يعني حتى يصبح مساويين مع U R يبدأ من القيمة العظمى ويهبط تدريجيا يتناقص تدريجيا حتى يصبح عند الصفر صح علاش دائما في هذا الربع معادلات التفاضلية كنا قلنا قانون نبدأ بقانون جمع التوترات لربما كان اللي يقول لك هذا يشرح لنا هذا كان اللي يقول لك علاش يا أستاذ درنا U R زائد U C يساوي E باسكو كان كي نسو كاس بالاتيت وكان اللي يحبوا يفهموا صح أن واحد متعطش العلم وحب يزيد يتعلم يحب يزيد يفهم على هذه زيد هذا علاش هذا المنحنى زيد هذا يعطينا او كيفاش كيفاش حتى يعطينا او مثلا في المنحنى هذا لو جيت الاو وقلت لك مثلا هذا الاو تساوي 6 فولت هنا حدها 6 فولت ولا هنا عندنا صفر فولت تبعني مليح صح أيوة يعني في البداية واش يكون عندي ها أي في البداية واش راح يكون عندي راح يكون عندي U C يساوي صفر و U R يساوي 6 فولت هذا 0 فولت وهذا 6 صح هذه في البداية لأنه UC يبدأ من الصفر إلى القيمة العظمى و UR يبدأ من القيمة العظمى إلى الصفر انتبه مليح وش ثاني راح نقول لك علاش UR زائد UC يساوي لو جينا صنع جدول هكذا لاحظ جدول مثلا هكذا وهكذا لاحظ تشوف هكا عندنا هكا شوف مليح معايا أي لا نديرو U C ولا هنا U R صح
كي كان في البداية، عفوا نص ما أحسن لأنه خلاص تعبت. شان عندنا ماركة واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ونشوفوا إذا كانت خص. في البداية يوسي كانت صفر، يوآر كانت ستة، بدأت يوسي تطلع تدريجيا، هذه تهبط تدريجيا، هذه طلعت بواحد، هذه نقصت بخمسة، هذه طلعت باثنان، هذه نقصت بربعة. دائما عندك او ها، شو وين رحت درتها؟ دائما كي تجمع هنا تصيب او يساوي ستة، او يساوي ستة، او يساوي ستة، تزيد بثلاثة، هذه بثلاثة، او يساوي ثلاثة. أكد لي على هذه، لاحظ هنا ثلاثة ثلاثة إنهم متساويين صح. هنا أو هنا تزيد بربعة، هنا تنقص بزوج، هنا تزيد بخمسة، هنا تولي لنا واحدة، يعني تخص واحدة لهنا صح. هكا ستة، هنا صفر، يعني يوسيك تلحق القيمة العظمى ستة، الأخرى تلحق للصفر. علاش ثلاثة؟ شوف مليح لهنا، ها ثلاثة، لاحظ يلحق في لحظة من الزمن وين يبدأوا المنحنيين متساويين، متساويتين هكذا. يعني لاحظ هذا لو طالع تدريجين وهذا لو هابط تدريجين، يلحق في لحظة من الزمن وين يكون المنحنيين متساويين. إذا فهمتوا على UR زائد UC يساوي E، ومنه خربيه خرجنا دائما نبدأ بهذا قانون جمع التوترات، نبدأ كيفاش يقول لك باش نكتبوا المعادلات التفاضلية. الآن بقات لنا حاجة ونختموا الفيديو تاعنا. أعزائي طلبة، يمكن حساب شدة التيار، نكتب بالأزرق، حساب شدة التيار، ولا نفضل هذا الشكل اللي هو موجود في الكتاب المدرسي. قلت يمكننا حساب شدة التيار الكهربائي المار بالدارة في كل لحظة خلال الشحن، حيث U R زائد U C يساوي ال E، وبتعويض U R ب R E زائد U C يساوي ال E، ومنه منا نستخرج ال E، حيث E شدة التيار تساوي E ناقص U C على ماذا؟ على R. هكذا هكا يمكنني حساب شدة التيار. لاحظ ها هي ال E منا حتى لهنا، لاحظ ال U C اللي هي هذه U C هكا اللي هي ما قولوا U A B، وهذه R E، ها R E يعني هي U R، يعني كي يكون في الصفر U C في الصفر، U R اللي هي R E، ها تكون وين؟ تكون القيمة تاع العظمى. كل ما U C زاد كبر، كل ما هذا الفليشة الزرقاء كبرت، كل ما هذه الكحلة نقصت، لأن الكحلة في البداية كانت هنا، كانت هكا في البداية، كانت هكا، والزرقاء كانت صفر، الزرقاء هذه كانت الصفر. إذن كل ما الزرقاء كبرت، كل ما الأسود هذاك انقص. هاي الزرقاء هنا مثلا هاي كبرت ولات هكا، ها يسي كبرت، هاي اللي هنا يو ار اللي هي ار اي هاي نقصت، هاي وهكذا. أعزائي الطلبة، نظن ما نكونش طولت عليكم في الفيديو هذا، إذا شفت روحك تعبت قسم الفيديو حتى أنا راني سجلته، يعني
يعني بعد ما قضيت يوم كامل في العمل وبعد المغرب بديت في تسجيله، واني كملته دركا يعني بعد صلاة العشاء. هذا كامل باش من أجل سعادتكم، يعني مطلوب منكم إلا تدعونا برك. ونلتقي إن شاء الله في الفيديو المقبل، إن شاء الله راح ندير معادلة تفاضلية عند تفريغ مكثفة، وراح لأن هذا هو الصعيب، لأن مادام اكتفهم هذه المعادلة التفاضلية اللي راهم جايين تاع التفريغ يكونوا أسهل من هذو يخرجوا هذو كل تاع التفريغ، ومن بعد نشوفوا ثابت الزمن ونكملوا بالك مع الطاقة ونكملوا الأرسي ونديروا ملخص عليه، ومن بعد ندخلوا في الأرآل بإذن الله. إذن إلى ذلك الحين أعزائي الطلبة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.